التكلم عن شركة كريبتو ماينغ فرمد الشركة الممتازة والرائعة، وضع أنك تشتغل عند الشركة أو شيء من هذا القبيل، توفر لك تلك الشركة التي تعمل أنت لديها، توفر لك $200 أقل شيء أو أكثر شيء $200. هذه الشركة أن تقوم بوضعها كعمل ثاني خاص بك يا أخي. نعم، يمكنك أن توفر من هذه الشركة حتى $1000 شهريا. نعم، باستراتيجيتك أنت $1000 شهريا يا أخي. نعم، اعمل بذلك عبر هذه الشركة. نعم، اليوم سأتكلم عن بعض الأمور المهمة جدا عبر التعديل. الكثير من الإخوان يقعون في فخ أنهم يريدون شراء بعض الأجهزة ولا يكترثون إلى النقاط السلبية التي يمكن أن تحدث في تلك الأجهزة. مثلا الصيانة، الصيانة دائما ما عليك أن تقوم بالمراقبة، مراقبة الأجهزة. مثلا أنت قمت بشراء أجهزة، دائما عليك الصيانة، دائما سوف تراقب الكهرباء يا أخي. نعم، الكهرباء مكلف جدا، وإذا حدث انقطاع للكهرباء فمشكلة كذلك، يمكن أن يحترق بعض الأشياء عبر الكروت يا أخي، كروت الشاشة كذلك يا أخوتي. نعم، والكثير الكثير من الأشياء المكلفة يا أخي. حتى هذه الأجهزة إذا أردت أن تقوم بطلبها من موقع عبر أوروبا أو شيء من هذا القبيل يا أخي، فلن لك الى الدول العربية يا اخي. نعم، كن على يقين يا اخي. نعم، اليوم ان شاء الله وفر لك شركة ممتازة اعمل عليها منذ فترة يا اخوتي، اكثر من 3 سنوات وانا اشتغل عبر هذه الشركة الممتازة والرائعة، شركة كريبتو ماينغ فرم. الكثير يريد مدخول يومي من شركة التعدين يا اخوتي، فهذا هو العمل الخاص بك وفي منزلك. من الان لن تقوم ب الذهاب والبحث عن العمل، العمل وسط منزلك يا أخي، فقط باستراتيجيتك. مثلا أنت سوف تقوم باستثمار مبلغ معين، تشتري وحدة الجيكاش، وتلك وحدة الجيكاش تعطيك أرباح يوميا يا أخي عبر الطاقة الخاصة بك. نعم، أشياء ممتازة ورائعة. كما لاحظتم في الصورة قبل قليل، لقد قمت بتوضيح لكم آخر سحب لي كان هو $3000 عبر هذه الشركة الممتازة باستراتيجيتي العمل عبر هذه الشركة. نعم، معلم، ركز معي جيدين. إذا أردت أن تقوم بالبدء عبر هذه الشركة، فيتوفر لك 50 جيكاش مجانية يمكنك البدء بها مدى الحياة، لكن ضروري عليك الاستثمار أقل شيء هو $20. أقل شيء $20 يا أخي، لا يوجد بها أي صيانة أو شيء من هذا القبيل. هذا أول شيء الممتاز عبر هذه الشركة. نعم، معلم، إذا أردت أن تقوم بالتسجيل عبر الشركة، معك اضغط على الرابط الذي سوف تجده أسفل هذا الفيديو. سوف تنبثق إليك واجهة مباشرة عبر الشكل التالي، تقوم بإدخال تلك الكابتشا، سوف تنبثق إليك هذه الواجهة. هنا تقوم بإدخال هنا النيم الخاص بك، هنا اليوزر نيم، الاسم الذي تدخل به إلى هذه الشركة، هنا الباسورد، ثم إعادة كتابة الباسورد، هنا الإيميل، ثم إعادة كتابة الإيميل. هنا تقوم بإدخال هذه الكابتشا عبر الشكل التالي هكذا. مثلا هنا يقول لك هنا البيس، تختار هنا هذه الحافلات يا أخي. نعم، هنا البيس، ثم فاليدي، وانت دخلت هذه الكابتشا، ثم رجستر، وانت قمت بالتسجيل، سوف تذهب الى هذا الايميل الخاص بك الذي قمت بالتسجيل به، وتقوم بعمل كليك تو كونفيرم، او تقوم بتاكيد هذا الحساب الخاص بك، يعني انه حسابك الخاص انت. انا ساقوم بالدخول مباشره الى حسابي. نعم، لوجن، وهذه هي واجهه اللوجن، يعني واجهه الدخول يا اخوتي. هنا تقوم بوضع اليوزر نيم الذي قمت بالتسجيل به، هنا الباسورد، ثم تقوم بنقر اللوجن، وانت قمت بالدخول، انا ساقوم بالدخول مباشره الى حسابي بالعمل من 8 صباحا الى 6 مساء يا اخي، وليس بصالير مهم جدا يا أخي، فقط تقوم بتوفير لك على الأقل، ماذا سأقول لك؟ توفر لك $7 أو $8 في اليوم. غريب أمر الدول العربية في العمل عبر الشركات الخاصة بها. نعم، هلا مو مركز معي، ركز معي جيدا وخطوة بخطوة، وكما قلت هذا هو عملك الثاني إذا أردت أن تشتغل كذلك عبر مجال الربح على الإنترنت وتوفر مدخول يومي فوق العمل الخاص بك. نعم، ركز معي جيدا. الكثير من الإخوان لا يعرفون كيف يقومون بالعمل عبر 20 جيكاش، يعني 20 جيجاز زائد 50 جيجاز التي توفر لك هذه الشركة تعطيك 70 جيجاز دائما، تعطيك أرباح يا أخي. عندما تصل إلى 0.005 يمكنك أن تقوم بالسحب. نعم، شيء رائع جدا. وسأريك كيف يمكنك أن تقوم بالاستثمار عبر عملة اليونت. نعم، في مدة اللايف تايم ضروري عليك الدفع لهم عبر عملة اليونت. قبل هذا يا اخوتي ساقوم بالسحب امامكم اكثر من $170. نعم، ركزوا معي جيدا، هذه هي البالانس الخاصة بنا يا اخوتي. نعم، ركزوا معي جيدا، ساقوم بالذهاب هنا الى ويسترا وعبر الشكل التالي هكذا. نعم، انظروا هنا في هذا هو السحب الذي ساقوم به. نعم، ساقوم بالسحب هذا المبلغ. نعم، عبر الادرس الخاصة بي، ساقوم بجلب الادرس الخاصة بي، لاحظوا معي جيدا، ساقوم بوضع هنا الادرس الخاصة بي، ثم اقوم بعمل هنا كونفير. نعم، لاحظوا معي جيدا، هذه طريقة السحب التي عليك أن تقوم به عندما سوف تصل إلى الحد الأدنى للسحب. نعم، انظر هنا الشركة تقول لي قم بتأكيد عملية السحب، سأقوم بدخول الإيميل الخاص بي، سأقوم بتأكيد هذا السحب يا أخي. نعم، أنا أريد السحب أن ينضاف إلى المحفظة الخاصة بي، لاحظوا معي جيدا. نعم إخوتي، هذا هو الإيميل الذي وصلني، يقول لي هذه الشركة تقول لي إذا أردت أن تقوم بتأكيد السحب قم بالنقر هنا، كليك تو كونفيرم يور واش دراوي إخوتي، سأقوم بالنقر هنا على كليك. نعم، عبر الشكل التالي هكذا، وقد تم السحب بنجاح إلى هذه المحفظة يا إخوتي. سوف يتم السحب في غضون 24 ساعة يا إخوتي، لكن السحب لن يتطلب أكثر من 15 دقيقة أو 30 دقيقة أو 15 أو أكثر شيء هو 5 دقائق على حسب العمل عبر هذه الشركة، وسأريكم هذا السحب الخاص بي، ركزوا معي جيدا هنا. الآن سأقوم بشرح كيف يمكنك أن تقوم بالتعامل مع عبر
هذه الشركة. نأتي إلى هنا إلى الباي عبر الشكل التالي هكذا. أنا دائما أنصح الكل بهذه الشركة، إذا أردت أن تقوم بتوفير مدخول يومي اشتغل عبر هذه الشركة باستراتيجية، يعني أنك الأرباح التي تقوم بالتحصل عليها قم بإعادة استثمارية خارجيا، يعني تقوم بسحب هذه الأموال وتقوم بإعادة شراء عقول جديدة. يمكنك فتح أي عقد حتى في دقيقتين، في دقيقة مثلا أنت تشتري في دقيقة، في دقيقة يمكنك فتح عقد آخر في أي دقيق أردت. نعم، هذه النصيحة التي أوجه لك، اشتري قدر المستطاع من العقود. نعم، عقود سنة، سنتين، ثلاث أشهر، ست أشهر، اشتري العقد الذي يلائمك أنت. نعم، لاحظوا معي جيدا هنا، مثلا أنت على سبيل المثال تريد عقد دائم لايف تايم يا أخي بعشرين جيجاش، نعم بعشرين جيجاش، يقول لك أن هذه الشركة عليك دفع لهم عبر هذه عملة، عملة اليونت. مثلا أنت لديك عشرون، مثلا لديك أنت عشرون، عشرون دولار من عملة البيتكوين، سوف تذهب إلى اليوبيت. نعم، سوف تقوم بالذهاب إلى اليوبيت وتقوم بشحن الحساب الخاص بك، تقوم بالنقر على واليت عبر الشكل التالي هكذا. لاحظ معي جيدا، نعم هنا تقوم بالنقر على البيتكوين، سوف تجد البيتكوين الخاص بك، تقوم بعمل هنا ديبوزيت، يعني عوض أنك سوف ترسل البيتكوين إلى الكريبتو مايننج فارم 20 دولار التي هي لا تقبلها بالبيتكوين، تقبلها فقط باليونت، لأن إذا أردت أن تستثمر بالبيتكوين عليك أن تستثمر في عقد 3 سنوات، سنة إلى 3 أشهر، 6 أشهر، نعم يعني بمبلغ كبير جدا، 20 دولار عليك تدفع لهم بعملة اليونت، هم يقوم بعمل دعم لهذه العملة. نعم، تقوم بعمل هنا ديبوزيت، سوف تجد تقوم بعمل هنا ديبوزيت، سوف يعطوك أدرس خاصة بك، تقوم بإرسال لهم ذلك المال الذي لديك في المحفظة عبر هذه الأدرس. نعم، سوف تأتي إلى هنا، تقوم بعمل كتابة هنا يونت، نعم تقوم بالنقر عليها عبر الشكل التالي، سوف تجد رصيدك هنا بعملة اليونت، بعملة اليونت سوف تجد رصيدك هنا. مثلا أنت سوف تشتري، سوف تقتني مثلا 50 من عملة اليونت، تقوم باقتنائها باي عبر الشكل التالي هكذا، وهي انضافت إلى الوالت الخاص بك، سوف ترجع مجددا إلى الوالت الخاص بك، وسوف تقوم بعمل البحث عن عملة اليونت وترسل لهم من تلك المحفظة، تقوم بعمل ويتدراو، ترسل لهم 50 من عملة اليونت عبر هذه الأدرس. نعم، مثلا هنا تقوم بعمل هنا باي ناو عبر الشكل التالي هكذا. نعم، هذه الأدرس تقوم بعمل لها كوبي عبر الشكل التالي هكذا، هم يطلبون فقط 43، أن تقوم بإرسال لهم 50 عملة اليونت، تقوم بعمل هنا كوبي وتذهب إلى اليوبيت وترسل لهم عبر الوالت الخاصة باليونت واشترا، وتقوم بعمل هذه الأدرس وتقوم بسحب لهم أو دفع لهم 50 من عملة اليونت، وسوف تقتصي لهم وتقوم بالاستثمار. الآن يا أخي سأشرح لك طريقة كيف يمكنك أن تعمل عبر البيتكوين، وهو الذي الكل يعرف قيمة هذا الكنز إخواتي. نعم، البيتكوين ذهب رقمي عليك أن تشتغل به، مثلا في الثلاث سنين دفع لهم بعملة اليونت. نعم، مثلا نحن نريد الاشتغال عبر سنة، نعم عبر سنة عبر الشكل التالي هكذا، نحن نريد أن نقوم بالتحصل على مثلا نريد التحصل على 20 دولار، 20 دولار يا أخي، 20 دولار علينا شراء اقتناء 2022300 جيجاش، سوف تعود علينا بأرباح لمدة سنة، وخير من أن أشتغل عند شركة إذا قمت بهذه الطريقة في العمل. نعم، لاحظ معي جيدا، علي دفع لهم هذا الرصيد. نعم، ركز معي جيدا، علي دفع لهم هذا الرصيد، لاحظ معي كم سوف تحقق من أرباح. لاحظ مثلا هنا العمل كوبي، نذهب إلى موقع بريف عبر الشكل التالي هكذا، كم هنا 2822 دولار. نعم، نقول نحن 2822 دولار. نعم، نقوم بجلب الحاسبة. نعم، هذه هي الحاسبة، نقوم بجلبها. مثلا نحن نريد أن نقتني يعني هذه الأرباح الخاصة بنا في اليوم، ركز عليها دائما يا أخي. نعم، مثلا 20 دولار، نقوم بجلب 20 دولار مضروبة في 30 يوم، كم ستعطينا؟ ستعطينا 600 دولار، 600 دولار نقوم بعمل لها ضرب في 12 شهر يا إخوتي، كم ستعطينا؟ ستعطينا 7200 دولار يا إخوتي، 7200 دولار، هذه أرباحنا من 2122 دولار، 2822 دولار. نقوم بجلب الحاسبة عبر الشكل التالي هكذا، نقوم بعمل ناقص 2822 دولار، كم ستعطينا؟ ستعطينا أرباح هنا، نعم الأرباح الخاصة بي بدون رأس مالي الذي قمت بالدخول به 4378. أليس بهذا ربح؟ هل ستوفر إذا اشتغلت سنة عند شركة؟ ستوفر هذا الربح يا أخي؟ لن توفره. نعم، هذه هي المقولة التي أقولها لك. نعم، هذه طريقة العمل. مثلا أنت اختر العقد الذي يلائمك، مثلا هنا اشتري أي واحدة جيجاش أرت، مثلا يمكنك اشتري هذا المبلغ، اشتري هذا المبلغ، اشتري هذا المبلغ على حسب المبلغ الذي تريد، مثلا 3 أشهر في العقود، سنة، 3 سنوات، كما تريد أنت يا أخي. مثلا تريد اقتناء فقط هنا 5000، تقوم بالنقر هنا على باي نو في مدة سنة أو شيء من القبيل، تقوم بعمل هنا باي نو وتقوم بإرسال لهم هذا المال يا أخي. نعم، هذا المال من المحفظة الخاصة بك إلى هذه الأدرس، وأنت قمت بالاستثمار ودائما تعود عليك بأرباح، خير من أن تذهب إلى مواقع نصابة أو شيء من القبيل، كل شيء متاح عبر هذه الشركة، لا تعطيك أرباح خيالية أو شيء من القبيل، فقط على حسب قوة الجيجاش، يعني التعدين السحابي الخاص بك يا أخواتي. نعم، صراحة السحب يتم في غضون 24 ساعة، لكنه يصل في ساعة، في ساعتين، ويتطلب ساعة، ساعتين إخوتي، 5 دقائق كل مرة على حسب العمل عبر هذه الشركة. نعم، ترسل لك هذه الأموال إخوتي. نعم، صراحة كذلك من في الحلقة، فقط أنصح الإخوان استهدف خاصية واحدة أو استراتيجية، أنك يمكنك أن تقوم بالدخول واشتري وحدة الجيجاش، وإذا أردت كبير
المشروع الخاص بك يعني إعادة الاستثمار، يعني الأرباح التي قم بتحصل عليها قم باستخراجها، قم بشراء عقود جديدة. نعم هذه نصيحة استهدفة وسوف تحصل على نتائج إيجابية يا أخي في مدخل يومي أو شهري أو أسبوعي كما أردت أنت. نعم صراحة كذلك مدينة في هذه الحلقة، كان معكم تقني الاستثمار.